شكر الله للأخوات، جزاكم الله خير، شرفتمونا اليوم. نقول تحياتنا للأخوات جميعا هناك، وحنا في الخدمة دائما، ونأكد على البنات جميعا والأخوات أنكم تبذلون مزيد من الجهود، لأن المرأة المسلمة لها دور عبر التاريخ، والمرأة السعودية لها دور في خدمة دينها ووطنها في كل المجالات. رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تؤكد تمكين المرأة السعودية في خدمة هذا الوطن الغالي، وحنا في الرئاسة نمكن الأخوات في خدمة الحرم وخدمة المكتب أو خدمة العلم والثقافة والمعرفة، وأيضا نريد التوسع والتطوير في هذا المجال. وأيضا الحقيقة بذل مزيد من الجهود النوعية والمبادرات لخدمة قاصدات الحرمين الشريفين، ولا سيما من المعتمرات والزائرات. أتمنى للأخوات كل توفيق، ونشكركم شكرا جزيلا على ما قدمتم وعلى ما شرفتمونا به اليوم. شكرا لزملائنا في قسم الرجالي في خدمات المستفيدين وفي الإعلام وفي سكرتارية المكتب والمراسم والتشريفات على حسن الترتيب.